موجز الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. قوات الأسد تستهدف بطائرتين مسيرتين محيط قرية كفر النوران في ريف حلب الغربي. وصول 1300 شخص سوري قادمين من لبنان، معظمهم من الرقة والحزكة ودير الزور وحلب، إلى أحد المخيمات في مدينة عين عيسى بريف رقة الشمالي. إضراب شامل تشهده مدارس مدينة منبج في ريف حلب اليوم الأحد، احتجاجا على فرض قسد مناهج دراسية جديدة معارضة لقيم الدين الإسلامي والعادات والأخلاق. إصابة مسؤولة في قسد وسائقها إثر استهداف سيارتهما بطائرة مسيرة تركية قرب قرية جولبستان على طريق الحسكة القامشلي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن في بيان عن تنفيذ غارتين جويتين استهدفتا مواقع تابعة لتنظيمي داعش وحراس الدين في سوريا، ما أدى لمقتل 37 عنصرا من بينهم عدد من القادة البارزين. 18 قتيلا وجريحا من الميليشيات الإيرانية بغارات جوية استهدفت مقراتهم في بلدة الهري بريف دير الزور الشرقي، ردا على قصف الميليشيات الإيرانية لقاعدة التحالف في حقل كونيكو شرقي دير الزور.